والآن مع انطلاقة المباراة تلعب الكرة إلى الأمام، كرة طويلة للأمام، بوفال، بوفال، اندفاع غير عادي من جهة اليسار، وتأكل قوي، والآن الكرة ملعوبة للأمام، والآن فرصة للتحول للهجوم. كرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. أكرد، حكيمي، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، جيليك، سيانشي، ديميرال، تشانالوغلو، يلماز، فاتت ومرت وصلت إليه يلماز، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، ينقذها بروعة بونو. يا له من تصدي من حارس المرمى، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. تشانالوغلو يلعب كرة قصيرة، يحتسب الحكم ركلة حرة. كرة ملعوبة من مسافة، يعدي إلى منطقة الجزاء، يحاول تمريرها من بين المدافعين بكل القوة والإصرار، يرفض الاستسلام. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يمر ويلعب كرة، انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين، يلعبها لمنطقة الخطر. إيركن، كرة طولية إلى الأمام ويمر يلمز، انقاذ رائع من حارس المرمى. بوفال، مرابط، حكيمي، حكيم زياش، يلعب كرة بينية، كرة إلى الأمام، الكرة للأمام، حكيم زياش يحاول فك شفرة الدفاع، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، وفي هذه اللحظة صافرة حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن، مباراة مغلقة من الطرفين، كثير من التحفظ، الكثير من التراجع، نتمنى أن نرى المزيد من الفرص في الشوط الثاني. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، إيركن،
بمواجهة البدنية يحصل على الكرة، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تغيير لاعب على الأجناب، من سيستلم هذه التغييرة الطولية؟ الآن فرصتهم للمرتدة، فيصل فجر. حكيم زياش أنقذ الحارس الكرة بصورة جيدة. لا يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد في هذه المباراة، أدركوا صعوبة القيام بذلك. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. مرت الكرة بشكل يلعبها ببراعة، والكرة في الشباك. جول! ما هذه الكرة، ما هذا الجمال، ما هذا الإبداع! سيتم التبديل الآن. نتابع وإياكم المباراة بعد أن أصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء. سينشي، ديميرال. لكل من انضم إلينا الآن، هدف وحيد هو الذي يصنع الفارق حتى الآن. النتيجة 1-0. يلماز، تلعب الكرة إلى الأمام. فجر، فيصل فجر يحاول بكرة من ناحية الركن. حكيم زياش، تغييرات عديدة الآن. ديميرال، قلب الأسد، يبعد الكرة بشكل رائع. دفاعي ممتاز في مباراة اليوم. هجمة مرتدة الآن، فيصل فجر، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم، بطاقة صفراء مستحقة. هدف ولا أروع، هدف في غاية الروعة. أظن أن المباراة قد انتهت بهذا الهدف، ما رأيكم؟ لم يكن من الممكن إيقافه. النتيجة 2-0. غاندر، يستعيدها رابط. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. لمسة بينية، يمكن تسديدة من أول لمسة. يا سلام، أداء كبير جدا في مباراة اليوم، ينجحون في إضافة هدف آخر.
تركيا يقوم بتغييرات بالجملة هنا. تستمر المباراة والنتيجة أمامنا 3 أهداف مقابل لا شيء. إيركان كثير من التمريرات لكن بدون فاعلية تذكر، سيطرة يمكن اعتبارها سلبية. جيليك بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، إمكانية مرتدة الآن، يحاول أن يلعب كرة بينية، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، حطها في الشباك، جول! سيطرة تامة بالطول والعرض، يلعبون كرة القدم التي يريدونها. الخصم تقريبا لا يمكن له أن يفعل شيء في هذه المباراة، مستسلم تماما. كرة ذهبية لا يمكن أن ترفض الهدية. الأمر بدأ وكأنهم يلعبون لوحدهم في هذه المباراة. الخصم وضع يثير الشفقة بصراحة اليوم، يلعبها طولية. ماذا بعد كل هذا؟ منير! وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. فريق الخصم كان يعاني هذا اليوم، بدا لي انهم واجهوا اعصار، لم يكونوا ثابتين متماسكين، انهاروا سريعا وبعد ذلك خسروا هذه المباراة.